هذا ويواصل حجاج بيت الله الحرام أداء الركن الأعظم من الحج بالوقوف على جبل عرفات. وأدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة. هذا ويبدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب الشمس التوجه إلى عرفات إلى مشعر المزدلفة، حيث يقومون بتأدية صلاتي المغرب والعشاء والمبيت بالمزدلفة حتى فجر غد العاشر من ذي الحجة، ثم التوجه إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.